sih bisa jadi anak anak kan yang ibarat dia lah ini kita dengan yang lain terus terus الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنة نبيه أفضل الكائنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقيل في مدح النبي المختار وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درو الشريف وآله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سنو اے مسلمانو سنو اے مسلمانو اٹھو اے نوجوانو پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگا دو پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں یہ قسم
جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں. کوئی فکر نہیں, وہ مر کے بھی زندہ رہتے.